حنوعدكم مع نيتشر وصار معي مارك، واليوم مشاهدينا بدنا ناخذ اتصالاتكم على 04-444-444. اذا عندكم اي سؤال تطرحوه على مارك هو موجود صار معنا، وديجا سائلينك كم سؤال على الفيسبوك مارك بدك تجاوب عليهم. صباح الخير. هاي ستيف. سافا. سافا. في كم سؤال اجانا على فيسبوك، دونك فيهم يبعثوا لناهم على ام تي في الايف او كمان لعندي، وفي من هالاسئله اسئله اليوم كثير حلوين، يعني هيك اوريجينال. اوكي. فعندنا اربع اسئله ان شاء الله نقدر نقولهم كلهم. يعني اول سؤال كان عن في كثير اشخاص بحبوا انه يكونوا يحطوا يعني يستعملوا بالبيوت تبعهم انسكتيسيد او مبيدات ليقتلوا اوقات الامراض، بس يكونوا بيو، يعني هن يعملوهم بالبيوت او هيك. فسالونا انه عم بيقروا عن شيء بسمون بيورين دو بريل وبيورين دورتي، هول موجودين كثير برا. فالحلو انه هول الاثنين رح نحكي عنهم موجودين بلبنان بالضياع وحد البيوت وفينا نعملهم. سو الاسم اول شيء البيورين دورتي، رح نقوله بالعربي وفرج السؤال. البيورين دورتي هو النبته اللي نحن بلبنان بنسميها القريص او الحراق، يعني بنكون مزبوط بنكون اوقات قاطعين بالطبيعه وفي شيء بيعصنا نبته هيك. ايه معروفة. في شوك. هل مش شوك هي؟ مثل ما بعرف هيك. ايه صح، هي شبت، هي نبته كثير عاديه، ما لها شوك ولا شو. هلا بحطوا لنا صورتها ونشوفها، بس مساقب انه على هيدا النبته بيكون في ما بنشوفهم ميكروسكوبيك مثل شعرات صغار هيك، بيكونوا هول بيكونوا عادة هول مثل شعرات صغار مثل ما بتقولي. على اخرهم لهول الشعرات في بسموهم دي بوال اورتيكان، يعني كانه نمله عضتك او هيدا حك حك إيه صح، بيطلعوا زيت السبستانس اللي اسمها اسيد فورميك. هي الماده يلي هلا كيف نحن بنعملها من قسم من هيدا النبته، وفي وين ما كان بنلاقي منها، وين ما كان بنلاقي منها مثل ما بتقولي. فشو بنعمل؟ فينا نقسم منها لهيدا النبته مثل ما بنشوف، فينا نحط كيلو منهم ل 10 لتر مي. هلا اوكي، هلا منيح بعدين نتركهم بمطرح، يعني ليك كيف هون رح فرج الصور، بينحطوا بينفرموا تقريبا يعني 100 جرام للتر مزبوط، وبينحطوا بمطرح بعدين بنسكرهم، هن بيتخمروا. يعني احنا كيف فينا نعرف؟ هي حسب الحراره بتاخذ بين تقريبا اوقات 5 ايام ل 20 نهار، بس كل مره بنطلع اذا بطلت تعمل بيول المي يعني بتكون راقت، ساعتها بكونوا تخمروا. فينا نترك 20 نهار على صحه السلامه، بعدين نحن بنحركهم كل شوي لهيدي الأورتي. هلا من بعد ما نحركهم مش بايدنا اكيد، لا اكيد مش بايدنا، هيدي خشبه هون بخشبه، بعدين فينا نعملهم اولي فيلت، يعني بنجي بنصفيهم. هلا من بعد ما نصفيهم بصير فينا نستعملهم. هلا ليه بيستعملوا؟ لشغلتهم بالبخاخ وبنصير نرش. مزبوط، هولي مستعملين لشغلتين. اولا كثير فيهم ازوت، يعني انا فيني اسقي فيهم النبته تبعي، هيدا الشغله كثير مهمه. ثاني شغله فينا نعملها، فينا نرشهم على الامراض، بس هون بيقتلوا بس الحشرات الصغيره. رح ناخذ وقفه صغيره وبنرجع لكم. منتابع حلقتنا كنا عم نحكي عن البيران. مزبوط، حكينا عن القريص، رح نحكي عن نبتة تانية هلا بنحط كمان اسمها بالفرنسية. كنا عم نقول القريص فينا نسقي الزريعة فيهم وفينا نرشهم على الزريعة، بيقتل المن الحشرات مثل المن وهيك الصغيرة. اوكي، هلا في شغلة تانية كمان رح نحط الصورة ونشوفها، يلي هي نحن بنسميها بالضياع اللبنانية قطع وصل، او بنسميها كمان زنب الخيل، عم نشوفها قدامنا بالاجنبي اسمها بيوران دو برال. هيدا فهون شو بدي اعمل بهيدا النبته الموجوده كثير بلبنان حد المي؟ كمان زيت الطريقه السيف، بنجيبها بنحطها بالمي بنقصصهم بنكبهم بالمي وهيك 20 يوم حسب الحراره هي. بعدين هول كمان هيدا البيوران تبع البرال اللي كنا عم نحكي عنه، يعني هون عم نشوفه، هيدا بيستعمل اكثر مش للحشرات، ليقتل الامراض الفطريه. ونفس الوقت بيعطي للنباتات، مزبوط، وبيعطي كمان للنباتات مناعة قوية، وبيعطي كمان سيليسيوم كثير لأنه هي فيها كثير سيليسيوم. عم شوف كوكسينال شو القصة؟ هيدي بس أنه بالصورة حبيت حطها لأنه الكوكسينال كمان شيء كثير لازم نحافظ عليه، لأنه بس مش حتى الحشرة، أكثر الدودة تبع الكوكسينال، يعني بتكون قبل الكوكسينال مثل دودة صغيرة يعني، وبتصير بعدين هالحشرة لأنه بياكلوا كثير من يعني الكوكسينال كثير. مزبوط، يعني هيدا في ناس هلا وين ما كان بالعالم بيروحوا بيشتروا كوكسينال لارف وبرشوهم بجنيناتهم لانه هن بيقتلوا المن والامراض وبياكلوا كثير، يعني دوده الكوكسينال فيها تاكل لحد 60 من بالنهار. يعني شو بيصير فيها بعدين؟ بتفقع بعدين بتصير كوكسينال، هيدي الفكره، هي مشان هيك بتاكل كثير. اوكي، هلا سؤال ثاني اجانا كمان كان على البيدرجيل،
هولي بنشوفهم كثير نحن حاليا، يلي هن هولي اذا انتبهها البوليت الصغيره، البوليت الصغار يلي موجودين يلي هلا كثير مستعملين بالزراعه. هلا هولي شيء كثير مهم، عم يسالونا كيف يستعملوا وليه بيستعملوا، رح فرجي جرب كل الصور يلي بيستعملوا فيهم. يعني اول شغله فينا نعملها مثل ما بالصوره مبين، بنخلطه مع تراب، لانه لما يكون اذا كان التراب كله تراب او كان تراب احمر او هيك، معقوله ما بقى الهواء يقدر يقطع بالتراب. هول لما يكونوا بخلوا الهواء يقطع، والهواء كثير مهم للنباتات. سو هيدا كثير كثير مهمه، هيدا بدرجه اول شيء لهيدا الشغله. هلا شغله ثانيه مثل ما بنشوفهم هون يلي هو فينا نحطهم بالكعب، يعني كمان نحن تنصرف المي 100%. يعني لما واحد بيكون عنده بو عم بينقل الشتله، اذا حطهم تحت المي بتصرف، يعني خاصه لما يكون عندي بو مزروع بكشف. قد ايه علوه لازم نحط؟ مهم سنتي 2 سنتي 3 مش اكثر. هولي بيدوبوا مع الوقت؟ ما كثير مع الوقت، هن مش معمولين ليدوبوا، لانه هلا رح تشوفي بعدين معمولين حتى للاوت دور يعني. أوكي. فهولي لا، هو ابدا مش معمولين ليدوبوا يعني. سو هيدا للدريناج. هلا في كمان شو بنسميهم؟ شو بنقول بيدرجيل بالعربي؟ بيدرجيل يعني ما بعرف شو بيقولوا بالعربي، ما بعرف الارجيل بالعربي هلا شو هو، بس انه هيدي الفكره. هن موجودين بكل المحلات الزراعيه يعني. أوكي. حتى مثل هيدي الصوره كنا عم نشوف هون، بنحطه من فوق، من فوق كمنظر حلو صح. اولا، ثانيا بيمنعوا انه يطلع العشب، وثالثا بخلوا المي اكثر بالتربه. اوكي. هيدي كمان واحد من الاستعمالات تبعهم، مشان هيك كثير مستعملين. هلا كمان نحن هلا وقت كنا بنشوف لايف اجانا اتصال على الاوركيديه، عن الاوركيديه انه كل قد ايه لازم نعطيهم فيتامينز. رح اقول عنهم بس نفرجي كمان صورتين لتشوفي قد ايه البيدرجيل مهمين للاوركيديه. دونك اول شيء، اللي في كثير اشخاص بيجيبوا بو بيكون في تيحطوا فيه كذا اوركيديه سوا، بحطوا البيدرجيل على الاوركيديه من فوق ومن تحت، لانه الاوركيديه بحبوا كثير رطوبه، وهن بخلوا رطوبه تعلى. مشان هيك هيدي الصوره كيف تحت مثل ما بنجيب هول القصص الخشب صغيره. مزبوط، ريكورد بانزيت شي ليك. هيدي الصوره فيها نزرع الاوركيديه كومبليتلي فيهم كمان، يعني مش ضروري حتى بالايكورز دو بان مثل ما بتشوفها بالصوره. وهون الايكورز دو بان من فوق بس تحت مبين تحت الاوركيديه. ليه؟ لانه هول بيمتصوا المي، وهيك اذا زادت المي هن بيمتصون، ساعتها الاوركيديه ما بتتاثر، نفس الوقت بتزيد رطوبه تحتهم. هيدا المهم للاوركيديه. عرفت شو لازم اعمل؟ خلص ما فرجيك بعد صورتين ومنجاوب المدام للأوركيديه. في كتير كمان هلا هيدا ترند جديد بسموها الكولتور ايدروبونيك، يعني نحن لما بنزرع نباتات بس مش بتراب، كليا بالمي او بهول الاساس بالارجيل. مزبوط. مثلا هون هيدا المي بتقطع بيناتهم، وفيها نزرع حيلا سيدز، حيلا هلا في كتير بلبنان عم بيزرعوا كتير ايدروبونيك، بقدونس، حبق، عم بيزرعوا حتى بلانتس هيك. واخر شيء البيدرجيل فيها نستعملهم للزينه، يعني هيدا مثلا واحد بيكون عنده مثل تراس في يعمل هيك، يعني هيدا شغله كثير اساسيه. هلا تنجاوب للاوركيديه اللي قدام التعاملين، هيدا كان السؤال. تيوريك ما هون بدنا ننتبه على شغله، رح اجرب حط صوره ما انا كثير سؤال، بس الاوركيديه بدها نوعين كيماوي. بدها نطلع على اوراقها، اذا ما عندها كثير اوراق، اول نوع كيماوي بدي يجيبه هو تتعطي اوراق، يعني لازم يكون في من 5 إلى 7 اوراق باوركيديه منيحه، ساعتها بنجيب لها كيماوي يكون هو ليعطي خضار. هيدا بيكون احسن محبز ليكيد، يعني انا بصير هلا بقول لك كيف نستعمله. بعدين اذا عاتي اوراق وما عم بتزهر عنا، ساعتها بدنا نجيب لها كيماوي يكون بيلي بخليها تعطي زهور. وفي نوعين كيماوي، كيف بنعمله؟ بنجيب شوي من بالغطا بيكون مكتوب بالمقادير، يعني بنحط هيدا نقطه الكيماوي بلتر مي مثلا، بعدين بغطس الاوركيديه بهيدا المي. هيدي الطريقه منيحه، بتركها فيها مره بالشهر منيح. بس لازم نميز على هيدي الشغله، انه اذا انا عندي اوراق او انا ما عندي اوراق هالاوركيديه اللي عندي، مش على صحه السلامه بدنا نسقي. اذا بدنا نطلع اول شيء اذا بحاجه وقتها بدنا نطعميها 100%. بس أوكي. اذا عندي اياها صار مثلا بيقولوا لي جبت اوركيديه كانت بتعقد وراحوا زهور وبعدها ما بتزهر، اول سؤال بنساله ما بيزهروا بسرعه اصلا. مزبوط. بدنا ننطر صح. اول شيء بدنا نشوف نحن عرفنا نسقيها منيح، يعني عندها اوراق، يعني اذا قتلنا الاوراق او فيها ورقتين وثلاثه لازم الكيماوي يخليها تعطي اوراق. بس اوقات مارك مع الوقت في ورقة أو صح. ورقتين بيبسوا بنقصهم، ما بأثر، يعني ما بأثر. بس مهمتها هي يكون عندها الأوراق هن الغذاء، يعني بدنا نقدر يعني الأوركيديه تتربيها بتربي أوراق بعدين الزهرة بتجي. هيدا الأساس، مرة بالشهر فينا نعمل هيدا الشيء، خاصة بهيدا الفترة، يعني إنه هلا من هلا ورايح بصير فينا نعمل. وبعدين شغلة كمان، هولي الشلوش إذا لونهم أخضر يعني ما بحاجة لمي، وإذا لونهم عم بيصير على أبيض صح. يعني لازم نسقيهم. كنا عم نكت أنا وياك قبل إنه نحن الفكرة لازم نسميها أوركيديه قد ما بنجاوب عليهم. بنجاوب على الأوركيديه. ما عندنا هلا الصور حفظنا درس.
هلا في سؤال اجانا على الغازو يلي هو اذا ديلام الغازو ديلام بس يعني هلا السؤال هينا مره هو اذا هلا اي متى بنزرع بذر الغازو هلا بلبنان هلا كمان رح فرجي صور واغلات الغازو الشائعه وهيك اذا انا عم بزرع بذر هلا فينا ننطر شوي لانه هلا سقعه وهيك احسن نزرع البذر من تقريبا اول مارس لحد جون من حزيران اذا عاليه الحراره يعني خاصه تموز واب مش محبذ نزرع بذر لانه فيهم ما يفرخوا بصير بدهم كثير مي هيدا لازم ننتبه له بينما التابي في ازرعه كل السنه بس مش هيدا المشكل رح احط صور تنفرجي شو المشكل بالغازون عم بيسالونا اياه الاساسي مزبوط اول شغله انه 80% من الاشخاص يلي بيزرعوا غازون التراب يلي بجوبوها بيكون ردم كيف ما كان ومكبوب وهيك فكتير ضروري نكب هلا التراب مشان اذا تزبط الارض لانه كثير اوقات بنزرع غازون بعدين بصير تلوها منزول بصير نحط حق على عملنا غازون هو تيوري كمان ما لازم ازرع غازون على تراب مش جاي عليه شتي لثلاث اشهر هيدي شغله كثير مهمه فتحضر الارض يعني هيدي اول شغله لانه قبل ما ازرع لازم تكون هيك هلا هيدي اذا انا زبطتها وقبل ما انا اخذ الشتي بصير في مشكل فلازم ما يتسرعوا الاشخاص انه بيزرعوا غازون الفكره كمان الثانيه بالغازون يلي بتصير كثير انه بنزرع غازون بيكون هالتراب او جايبينه غلط او ما نترنا وبصير يطلع عشب كثير اي وزن. نوع من التراب لازم نجيب هلا مهم انه مش مهم حتى بس اي نوع تراب هو التراب الاحمر لازم نجيبه الاساسي تحت اذا بنعمل تابي ما بياثر اذا بنعمل بذر اي كثير بياثر بدنا نحط بالارض نعمل خلطه بدنا نحط دوبالين بدنا نحط الرو بدنا نعمل حلقه هيدا الاساسي هو نخلي فرصه لهيدا الارض هي تفرجينا شو نوع العشب يلي فيها تنشوف اذا بنعالج قبل ما نزرع الغازونات لانه اذا وصلنا في هول العشب مثلا هيدا اللي بنسميها صباح الخير يلي هي كتير قوية إذا وصلنا وفي هو ليه ساعتها استوليت لأنه ما فيك ترجع تعالجة وبيكون في مشكل فلازم قبل ما أنا أقدر أزرع غازون انتبه على الأشياء بالأول يعني نوع تراب العشب اللي طالع فيها وما بعدين ما كون خليت يجي شتها هلا في عالج مثلا أنا بشتري سيترنين 3-4 مي وكبهم على هيدا تا الأرض تزبط بس أنه مش محبذ ما بننطر الشتاء 100% بعدين إذا حطينا البذر ورجع يتشتت او تلجت شو بيصير هلا هون في عده اساس المشاكل بتصير لما انا حط البذر اولا اول شغله انه اوقات في كثير اشخاص بحطوا بذر ما بحطوا معه دواء نمل ونمل بيجي بينبسط بزق هالنملات البذرات وما بقى بفرخ ثاني شغله بتصير انه نحن اذا ما حدلنا مزبوط بتصير على قوه الشتاء البذر من دون ما يكونوا ينزلوا للبربيه كل المطارح بصيروا مجمعين فرد مطرح بصير في مطارح يفرخ مطارح لا هلا السقعه والثلج كثير منيح لغازون هن بحد ذاتهم المشكل هو قوه الشتاء إذا أنا بعد نزارع وهيك هيدا اللي بصير المشكل والقل يعني أحسن ننطر شوي ليكون خف إذا عم بزرع بذر هيدا هي بس كرمال كمان أرض ما تطلع وتنزل وهي القصص كلها لأنه مهم كثير يطلع يونيفورم الغازون ليه لأنه كمان بعدين إذا ما طلع جالس بتصير المي تتجمع مطارح ومطارح ما تاخد مي بصير مطرح ما في زيادة مي يموت الغازون وهونيك كمان بصير يموت طيب زرعنا حطينا بذر وطلع عنا غازون صح وشحلنا يعني دائما صار عنا الغازون امتى لازم نرجع نحط بذور جديده هلا يعني فينا ما نحط ولا مره ولا يعني مره بضل في عنا غازون مزبوط حسب نوع الغازون مثلا اذا انا كان عندي هلا ما عندي صور تفرجي بس عندي الغازون بمد كثير يلي اسمه البوفالو او بسموه حتى سانت اوغستين هيدا غازون كثير بمد فلو ماتت هي بضل يجدد حاله مثل كانه نبته عادية أوكي. يعني كأنه عربيشة أو حاجة. الأفضل نجيب من هالنوع. بس في كتير أشخاص ما بحبوه لأنه ليه؟ سميك. أوكي. هلا كمان في الباسبالون بيعمل زيت شي. هلا في بالخلطات يلي بيجوا يلي في عدة أنواع غازون خاصة للجبل. إيه لما بيتعب في لازم أرجع كب بذر كل شي سنتين ثلاثة كب مطارح معينة ليجدد حاله. بس هيدا شي كتير طبيعي يعني مش الخطر. هلا بالسؤال تبع الغازون في سؤال عن الغازون يلي بنسميه غازون بس هو مش غازون يلي رح فرجي صورته كمان يلي اسمه ديكوندرا يلي هو هيدا نحن بنسميه غازون لأنه بيشبهه بس هو منه من عائلتهم يعني بس الفرق انه بيقدر يكون كثير حلو هلا بحطوا لنا صوره بسكر مثل الغازون بيعطي مناظر كثير حلوه بس الفرق انه ما فيني امشي عليه هيدا الشغله الاساسيه لانه لانه هيك شكل منزحت. لا مش هيك لانه بموت يعني اذا مشيت عليه يعني اذا واحد بده يعبي هيك مطارح في كب ديكوندرا لانه هي الديكوندرا بالاساس جميله كثير كثير هوليك هي اصلا هي بلانت هيك بتعيش انا في جيبها ببو انا بحب كثير هيك ازرعها بو بتنزل فلما بيزرعوها كغازون شكلها بعقل بس ما فيك تدعس عليها يعني مش مثل هداك الغازون مشان هيك عمليا لوك هيدا الشغل بتصير فارجع للسؤال الاساسي يعني هو التراب لما يكون هيك اكيد لازم يجي عليه شتا لازم يجي عليه مي وكل هالقصص نشوف الحشيش لازم نحضره كثير منيح
هذا اللي بيصير، هذا محدل تراديشنال هيك بيعملوا عنا بالضيعة يعني، شغلة أساسية. وفي محادل فيهم يكونوا هيك، انتبهت قدين حدلت الأرض يعني تنتأكد أنه ما بقى فيها طلوع ونزول. من بعد ما نحدلها هون ساعتها كمان بدنا نرجع، إذا منتبع على الصورة على اليمين، البزر منخلطه مع شيء أبيض لشغلتين. أولاً هذا هو دواء النمل يلي ما بيخلي النمليات تزقهم، ثانياً لما أكون عم برشه على الأرض بقشع، بعرف وين عم برش. يعني هيدا لما صار ابيض لانه انا رشش دواء النمل مع السيدز، اذا انتبهت. وبنعرف وين رشينا وين ما رشينا، وين ما رشينا 100%. سلبي. بعدين اكيد هون بيرجع كمان بدي احط فوقهم كوشتة روز غيره ليصير يعني ترجع فرج الصور هيدا عن قريب. يعني هون اوكي هيدا منيح في بذر كثير، ساعتها هيك الجازون بفرخ. يعني هون مبين هيدا اول ما انزرع، دغري من بعده مثلا بصير هيك يعني بيفور اند افتر. طيب نطلع لنا هيدا الاخضر كله سوا، كمان لازم يكون اشتغلنا على السيستم اريجاسيون. هلا هيدا لما يكون بذر، لما يكون جايب تابي جازون مثل هلا، منا هالقد عويصه خبريه نوع التراب والاسس كلها، لانه هي بتجي مع تراب نفتحهم ونحطهم. بس هون اغلبيه الاشخاص كمان لازم يعرفوا انه نفتحهم وبحطهم تيصير فعله ويفوتهم بعدهم، بدهم اونترتيان. ومش بس بدهم اونترتيان، تيفوتوا بعدهم ويصيروا عن جد كلهم اورجانيزم واحد بده كمان وقت. يعني كمان محبز انه ما نمشي عليه دغري، يعني ننطر شي شهر، لانه لما بكون خاصه ما نمشي على هيدا الجازون لما يكون مسقي، لانه اذا كان مسقي ودعست عليه بصير تطلع وتنزل، بصير لانه هي مثل فتقه مودله من تحتها. يعني دونك هيدي بالنسبه لاكيد الجازون، يعني عم نحكي عنهم اون جنرال كيف يعني المشاكل تبعه. دونك كنا عم نقول ننتبه على البذر كيف نزرعه ونحضر التربه، في كثير قصص ما دواء النمل، دواء النمل نسهسل وكل هالقصص يعني، وننطر ثلاث اشهر شتاء قبل ما نزرع، او بدنا نجيب نحن نسقي التراب تنحضر يعني قبل ما نحط البذر. معنا اتصال خلينا ناخده سوا. الو الو بونجور. بونجورين تفضلي. وحياتك، بدي اسال المهندس بس عن شتله النفل. هي مش الشتله، هي بتطلع يعني غريبه بين الجازون. صح. نعم. شو السؤال عن النفله او النفل اسمه؟ النفله انا بعرف انه بيقولوا لها النفله. وي. هي اللي بتمد يعني. صح. بتطلع بتعمل زهره لون اصفر وبتمد بين الجازون. بدك تقتليها وما عم تقدري كيف، مزبوط؟ ما في شيء لا ابدا. يلا رح نجاوبك عليها. هلا هون بعد ما انا مدام على التليفون ما بعرف الجازون. لا مش مشكل. اوكي. هيدي هي هن بسموها بلبنان نفله، فيهم يكونوا او التراف او الاوكزاليس يعني الحميضه. سو او الحميضه اللي بتاعت الزهره الصفراء. تراف بورت بونار. ايه بس الجازون ما كثير. دونك هيدي النفله دونك او حسب الاسامي بتضيع يعني، فيها تكون الاوكزاليس هي نحن بنسميها حميضه، وفيها تكون الابيض التراف اللي هن في او الزهر في كثير الوان منهم. هلا هول مشكلتهم شو؟ انه نحن اذا شلناهم هيك بسرعه ما بيمشي الحال، لانه البصله تبعهم نازله لتحت الارض. نعم. وفي كذا بصله بتكون تحتها. هلا في ادويه لهم. المشكلة الثانيه هو انه تقدر حد دواء الشيميك تبعهم لازم اعرف اذا الجازون تبعي برود ليفز او لا. يعني رح افسر، اذا كان الجازون ناصح اصعب، لانه الدواء اللي بنرشه بيكون سيلكتيف لكل شيء ورق عريض. اذا كان الجازون رفيع فينا نروح نجيب دواء بيقتل كل الاوراق العريضه. بس اذا كان الجازون تبعي بس كان الجازون تبعي هو السانت اوغستين او البوفالو ما كثير فينا نعمل هذا. صارت قصه اس في تي. لا ما هيك شو رح اعمل، رح اعمل شغله انه بالحلقه الجايه اذا بتحضرها المدام بنجيب الصور بنفسر لها كيف بتعالجه، بس ما تعطي الهم، بنفرج القصص الميكانيك نهار الخميس. الخميس بنكمل هول يحضرونا وبنجاوب للاوركيدا كمان. اوكي خلص وقتنا. ثانك يو مارك. مشاهدينا وقفه ومنتابع لايف.